الشهيد يا موهي لك وينك يا المثقف في السورية لك حرقوا صوتك عن سطح البعثية امي بملايتها الغوطانية للجيش الحر عم تلقم طعامه يا مو يا مو يا ست الحنان يا مو يا مو يا مو يا ام الشهيد يا مو الفعالية الشعبية لوجه رسالة للعالم أن الغوطة اليوم ترزح تحت حصار خانق. أولادنا والله ما عم يلاقوا الخبز، لا والله والله ما عم يلاقوا الحليب، الأدوية ما عم يلاقوها. دعنا نخاطب العالم، الغوطة تحت الحصار. اليوم نحن وجهنا عدة رسائل، هذا النظام ساخط، لن نقبل بوجود بشار الأسد مرة أخرى. نحن بدنا خائد يلتف بجميع حوله، هذا الرجل غير صالح لبناء سوريا من جديد لأنه هو اللي هدم سوريا. هذا الرجل اليوم نقطة خلاف في سوريا، طالبي بشار الأسد، طالبي بشار الأسد. لعيني بالأسي ثاني، اسمع اسمع بالأسي ثاني وغير الأسي ثاني، لا بمرحلة انتقالية ولا مؤقتة، وإذا بيمروا عمرنا ساعة ما بنقبل بوجود بشار الأسد. الغوطة واحد 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 الغوطة العادية العادية. بدي تقولوا كلمة آمين، بدي تقولوا كلمة آمين. اليوم باب السماء مفتحة، اللهم عليك بمن يحتكن أقوات الغوطة.